بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المحاضرة الثانية بتاعتنا أونلاين، وهنتكلم على Introduction to Underwater Acoustics. إحنا درسنا في المحاضرات السابقة Propagation of Sound في الأير، وشوفنا إن الساوند عبارة عن Acoustics Wave بتحصل لها Propagation من خلال Compression وRefraction، والساوند بروبوجيشن في الاير بيحصل له ريفراكشن وبيحصل له ريفليكشن وبيحصل له ديفراكشن، وكمان بيحصل ريفربريشن للساوند. وعرفنا الليفلز بتاع الساوند في الانفايرومنت المختلفه. هنبدا ان شاء الله النهارده نتكلم على انفايرومنت مختلفه شويه، مش الاير، احنا هنتكلم على الاندر ووتر Acoustics. السنسور الرئيسي في الـ Underwater Acoustics هو السونار، والسونار abbreviation لـ Sound Navigation and Ranging. السونار في الأوبريشن بتاعه يشبه كتير الريدر، Radar Radio Detection and Ranging. السونار بيستخدم في الالتراسونيك باند، لكن الريدر بيستخدم في الريدر او المايكروويف باند. الساوند بروباجيشن في الووتر ليه خصائص مختلفه كتير عن الريدر. الساوند او السونار بدا استخدامه او بدا التفكير فيه وقت ما الحادثة بتاع التايتانيك حصلت واصطدامها بجبل الجليد، فكان هو بدأ التفكير في مانيفاكتشرينج لسنسور يعمل لهم ديتكشن للايسبرج، قبل على مسافة مناسبة. وكان السونار في الوقت ده بيقدر يحقق 2 مايلز ديتكشن ويعمل avoidance للobstacles في هذا الرينج في المية. طبعا الويلز والدولفين بتستخدم الالتراسونيك ويفز في الكوميونيكيشن، وبتقدر تختار العمق المناسب اللي تحقق بيه مدى كبير جدا في الكوميونيكيشن under water. احنا عندنا الساوند ويفز زي ما شفناها قبل كده، بيكون ليها ويف لينث بتقاس بالميتر، وليها فريكوانسي اللي هو 1/T، او بنجيب الفريكوانسي من العلاقه بتاعه لامدا ايكوال C/F، وسي هي سرعه هي السبيد اوف ساوند في الووتر، ما هياش الكتروماجنتيك ويف، وما هياش السبيد اوف ساوند في الاير. السبيد اوف ساوند في الووتر مختلفة عن السبيد اوف ساوند في الاير، والاف هو الفريكوانسي يقاس بالهرتز، واللامدا بتقاس بالميتر. التي اللي هي البيريود دي بتقاس بالسكند. الليفل بتاع الساوند is measured by decibel. انا عندي الانتنسيتي equal 10 لوك للبيس 10 اي، يبقى أنا عندي I هنا هوت، لو الانتنسيتي بتاعت الساوند ويف 100 يبقى IDB هتساوي 10 لوك 10 100، يعني 10 to the power 2، يعني IDB هتساوي 20. لو ال I ب 1000 يبقى ال IDB equal 10 لوك 10 ل 1000 يعني 10 to the power 3، يعني الـ IDB equal 30 dB. طبعا أنا لما أعبر عن 10 و 100 و 1000 على السكيل العادي هيكون فيه صعب جدا للريبريزنتيشن بتاعها، لكن لما أعبر عن الـ 100 بـ 20 dB وعن الـ 1000 بـ 30 dB وعن الـ 10000 بـ 40 dB، هنا السكيل بتاعنا هيكون مناسب وأقدر أعرضهم كلهم على جراف واحد.
الساوند بيحصل له بروبوجيشن في شكل سفيريكال ويف. السفيريكال ويف بيكون عندي السورس اوف ساوند في السنتر، والويفز بيحصل لها بروبوجيشن في شكل سايكلز، والمسافه بين كل سايكل وسايكل هي الويف لينث اللي هي اللامدا بتاعت الساوند ويف. لو انا عندي باسيف ريسيفر او ريسيفر اونلي، يعني باسيف سنسور هنا هو، يبقى هيستقبل الساوند ويف على الرينج ده. لو عندي باسيف سنسور او ريسيفر على الرينج الكبير ده، يبقى هتجيل الساوند ويف، لكن من المؤكد ان هي عند الرينج 2 هتكون اضعف من الرينج 1، لان انتقال الصوت في المية بيحصل له اتينيويشن. ليه بيحصل له اتينيويشن؟ لان المية الووتر بيعمل ابزوربشن للويفز، والابزوربشن ده هو بيختلف من تردد لتردد. احنا هندرس في مجموعة السلايدز اللي جايين دول ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الاندر ووتر ساوند بروباجيشن او التراسونيك بروباجيشن. هنشوف اللوسز والاتنويشن، هنشوف الريفراكشن، هنشوف السكاترينج، وهنشوف النويز. الساوند ويف اندر ووتر ساوند ويف بيحصل لها بروباجيشن في شكل سفير، بيبقى السورس اوف ساوند في السنتر، والويفز بتعمل بروباجيشن في شكل سفير. الانتنسيتي بتاعت الساوند بتبروبورشنال مع 1 اوفر ار سكوير، يعني كل ما الرينج بيزيد الانتنسيتي بتقل. يعني لو عندي زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، لو عندي ريسيفر محطوط على رينج صغير هيستقبل انتنسيتي عاليه، لو عندي ريسيفر على رينج اكبر يبقى الانتنسيتي هتكون اقل. لان انا وزي ما شايفين هنا ان هي بتتناسب inversely proportional مع R سكوير مش مع R، يعني هنا معدل الاتنويشن بيكون عالي في الانتنسيتي. لو الساوند ويفز بيحصل لها propagation وبعدين بتصطدم بتارجت ويحصل لها reflection وترجع للسورس تاني بيعمل لها receiver، يبقى الانتنسيتي المستقبلة هتبقى 1 over r to the power 4، لان انا عندي الاي بتتناسب في الترانسميشن مع 1 over r سكوير، ولما بيحصل لها ريفليكشن من التارجت او من الاوبستاكل اللي هي اتعملت من عليها ريفليكشن، برضو بتعمل الانتنسيتي الريفليكتد انتنسيتي هتتناسب مع 1 over r سكوير، يبقى أنا الفاينل ريزلت إن الانتنسيتي is inversely proportional مع 1 over r الصفور. يعني معدل النقص في الانتنسيتي معدل عالي جدا، لأن أنا عندي بالشكل ده هون لو عندي r equal 10 meter يبقى الانتنسيتي هتقل بمعدل 1 over 10,000 اللي هي 10 to the power 4. فهنا الـ attenuation بيكون عالي لأنه بيتناسب مع r to the power 1 over r to the power 4. إيه الابزوربشن؟ هنا الابزوربشن أو losses في السيجنال في الأندر ووتر سيجنال بتحصل لأن السي ووتر بيأبزورب السيجنال، ونتيجة الأبزوربشن السيجنال بتضعف. والحقيقة الأبزوربشن ما بيتمش بشكل واحد على كل الترددات، يعني عند الترددات العالية الأبزوربشن بيكون عالي، عند الترددات المنخفضة الأبزوربشن بيكون أقل شوية. يبقى هنا الأتينويشن بيبقى كبير عند الترددات العالية، والاتينويشن بيكون أقل منه عند الترددات المنخفضة. يعني لو احنا بيز على المعلومة دي
بنيجي نبص على التيبل اللي قدام. انا عندي العلاقة بين F و R و لامدا. احنا عندنا التيبل ده هي محسوبة على اعتبار ان السبيد اوف ساوند في الووتر ب 1500 متر بير سكند. طيب لو انا عندي F بتساوي 0.1 كيلو هرتز، لو عوضنا في المعادلة دي هتديني على طول لامدا ايكوال 15 متر، ولو F بتساوي 1 كيلو هرتز يبقى لامدا ايكوال 1.5 متر. الرينج اللي بتحققه السيجنال عند تردد 0.1 متر بيديني 1000، عند 0.1 كيلو هرتز بيديني 1000 1000 كيلومتر، وعند تردد 1 ميجا او 1000 كيلو هرتز بيديني رينج 0.1 كيلومتر، يعني 100 متر. شايفين الفرق قد ايه؟ يعني عند 0.1 كيلو هرتز يعني عند 100 هرتز بيديني رينج 1000 كيلومتر، وعند 1000 كيلو هرتز بيديني رينج 0.1 كيلومتر يعني 100 متر. يعني كل ما التردد زاد الرينج بيقل وبيقل كتير. يبقى انا هنا علشان احقق رينج كبير بالسونار لازم استخدم السونار عند ترددات منخفضة. لكن طبعا احنا عارفين ان الترددات المنخفضة بتحتاج انتنة او هيدروفون كبير، فبيكون فيه كومبرومايز لاستخدام التردد. لكن المعلومة المؤكدة قدامنا دلوقتي هون ان انا كل ما التردد بيزيد انا عندي 0.1 كيلو هرتز وبعدين 1 وبعدين 10 وبعدين 100 وبعدين 1000 كيلو هرتز الرينج بيقل. يعني عندي على التردد 0.1 كيلو هرتز 1000 كيلو متر، عند التردد 1000 هرتز 1000 كيلو هرتز التردد زاد خالص اهو بقى 0.1 كيلو متر. ايه ليه بيحصل كده؟ ليه؟ هنشوف الفيجر ده بيعرض لي العلاقه بين الفريكونسي من 1 كيلو هرتز ل 10 كيلو هرتز 100,000 كيلو هرتز والابزوربشن. الابزوربشن بيمثل بدي بي بير كيلومتر، يعني كل واحد كيلومتر بينقص قد ايه الابزوربشن بيكون قد ايه. زي ما حضراتكم شايفين ان الهوريزونتال اكسس التردد فيه بيزيد كده في الاتجاه ده، والفيرتيكال اكسس الابزوربشن بيزيد كده. يعني ايه الابزوربشن بيزيد؟ الابزوربشن بيزيد يعني الاتينويشن بيزيد، الموجه الساوند ويف بيحصل لها ابزوربشن بتمتص، يعني بتحصل لوسز في السيجنال. فكل ما التردد زاد الكيرف بتاعنا بيعلى، يعني الابزوربشن بيزيد يعني الاتينويشن بيزيد. نيجي نبص للالوان اللي موجوده اللي هو الجرين والبلو والريد، هنلاقي ان الريد بيمثل التمبريتشر ايكوال 5، والبلو بيمثل التمبريتشر ايكوال 20. يبقى احنا هنلاقي هنا هو البيهيفير بتاع الابزوربشن مع التمبريتشر، مع زياده التمبريتشر مع الفريكوانس. طبعا احنا خلاص عرفنا كل ما التردد بيزيد الابزوربشن بيزيد. طيب لو درجه الحراره كانت قليله، لو مسكنا في المنطقه دي لو درجه الحراره قليله، يعني احنا بنتكلم على الريد، الريد فوق يبقى الابزوربشن ايه بيزيد في درجه الحراره المنخفضه، وهنا هو البلو الابزوربشن ايه بيبقى اقل لو درجه الحراره كانت زياده. في المنطقه دي برضو البيهيفير واحد، ان التمبريتشر المنخفضه اللي هي الريد
بتبقى الابزوربشن اعلى شويه، وفي المنطقه دي الابزوربشن عند درجه الحراره المرتفعه اللي هي تي ايكوال 20 بيكون اقل من تي ايكوال 5. يعني كل ما درجه الحراره زادت كل ما الابزوربشن بيقل. الحقيقه في المنطقه بعد التردد 100 كيلو هرتز البيهيفير بتاع السي ووتر بيختلف، بيبقى عند درجة الحرارة المنخفضة الابزوربشن بيقل، وعند درجة الحرارة العالية الابزوربشن بيزيد. ايه هو الريفراكشن؟ الساوند بروبوجيشن اندر ووتر بيحصل له ريفراكشن. ريفراكشن بيحصل ليه؟ لان السبيد اوف ساوند في الووتر بتتغير مع تغير الكومبوزيشن بتاع الووتر، والووتر كل على اعماق مختلفه بيبقى ليه كومبوزيشن مختلف وبيتكون من لايرز مختلفه، يبقى السبيد اوف ساوند هتتغير على كل عمق او في كل لاير. واحنا عارفين من السنيل لو ساين سيتا 1 على سي 1 ايكوال ساين سيتا 2 على سي 2، وسيتا 1 هي الانسيدنت انجل، وسيتا 2 هي الريفراكشن انجل، وسي 1 هي السبيد اوف ساوند في اللاير الاولانيه، وسي 2 هي السبيد اوف ساوند في اللاير اللي بعدها. السبيد اوف ساوند بتعتمد على التمبريتشر، وبتعتمد على على الملوحه بتاعه الميه اللي هي السالينيتي، وعلى العمق بتاع السنسور في الميه. يعني السبيد اوف ساوند اللي هي سي بيعبر عنها بالايكويشن اللي قدامنا دهيا، وهنا T اللي هي temperature square والtemperature cube، وبعدين C اللي هي الS اللي هي salinity اللي هي parts per thousands، يعني عدد الموليكولز بتاعت الملح، تركيز الموليكولز بتاعت الملح بتاعت السولت في الماء. وهنا D اللي هو depth، يعني أنا على أعماق مختلفة يبقى السبيد اوف ساوند هتختلف، وعند تمبريتشر كل ما التمبريتشر اتغيرت السبيد اوف ساوند هتختلف، وكل ما السالينيتي بتاعت الووتر او تركيز السولت في الميه بيختلف السبيد اوف ساوند هتختلف. دي كلها فاكتورز بتاثر على البروبوجيشن بتاع الساوند وعلى السبيد اوف ساوند في الووتر. ده الفيجر ده هو بيوضح لي الريفراكشن، وانا عندي لاير من السي ووتر اهي، ولاير ثانيه من السي ووتر، وادي الساوند بروباجيشن جاي في الاتجاه ده هو بانجل وفينز سيتا 1، وبعدين الكومبوزيشن بتاع الميه هنا اختلف عن الكومبوزيشن بتاع الميه في اللاير اللي فوقيها، والسبيد اوف ساوند هنا بتختلف عن السبيد اوف ساوند، فهنا هيحصل ريفراكشن للميه، والبروباجيشن بتاع الساوند في الميديوم ده هيختلف عن البروباجيشن بتاع الساوند في الميديوم اللي فيه من ناحيه السرعه ومن ناحيه الاتجاه. احنا الديب ووتر ساوند بتمر بأربعة لير، يعني أنا لو مية البحار ليها سيرفيس لير، وفيه سيزونال ثيرموكلاين لير، وفيه بيرمننت ثيرموكلاين لير، وفيه ديب أيدو ثيرمال لير. طبعا كل لير من اللايرز دي على عمق مختلف، والبروباجيشن بتاع الساوند من السيرفيس لير
للديب ايزوثيرمال لاير بتختلف السرعه في كل لاير طبقا للكومبوزيشن بتاع اللاير دي، يعني بتزيد السرعه وتقل طبقا للكومبوزيشن بتاع كل لاير. وزي ما شفنا في المعادله اللي فاتت، لو التمبريتشر بتاع اللاير اختلفت، ولو السالينيتي اختلفت، ولو العمق اختلف، السبيد اوف ساوند بتختلف. يعني لو عند تمبريتشر 12.5 ديجري سنتيجريد و S equal 35 particle per thousand و D equal 100 متر، هيدينا C equal 1500 متر per second. ديتا اللي هي السيرفس لاير، وهنا سرعة الساوند في الووتر 1500 متر per second. لو نزلنا على عمق مختلف وحطينا الدبس مختلف، السي هتديني قيم مختلفه لنفس الايه البارامترز دي. ده الفيجر ده بيعبر عن البيهافير بتاع الساوند فيلوستي مع الدبس. يعني انا عندي الهوريزونتال اكسس ده ساوند فيلوستي وهي بالمتر بير سكند، والفيرتيكال اكسس بيوريني الدبس. وهنا اللايرز بتاعه الديب ووتر، ببدا بالسيرفس لاير وبعدين سيزونال ثيرموكلاين لاير وبعدين بيرمننت ثيرموكلاين لاير. بيرمننت ثيرموكلاين لاير بتنتهي عند 1000 متر، يعني بعمق 1 كيلومتر. هنا السيزونال ثيرموكلاين بتنتهي بعمق زي 400 متر في الحدود دي، وبعدين السيرفس لاير زي 200 او 100 متر السيرفس لاير. الديب ثيرموكلاين الديب ايزوثيرمال لاير من 1000 كيلومتر لبعد كده بتبقى الكومبوزيشن بتاع السي ووتر بياخد شكل متشابه وبيسمى ديب ايزوثيرمال لاير. هنا على السيرفيس لاير زي ما حسبنا عند عمق 100 متر كانت السبيد اوف ساوند حوالي 1500 متر بير سكند. فانا لو زي ما قلنا هنا ده الساوند سبيد، وبتبقى في السيرفيس لاير ب 1500 متر وبتستمر بالسرعه زي ما هي، وبيحصل لها بروباجيشن في نفس الاتجاه بتاعها، ما بيحصلش ريفراكشن كبير لغايه العمق اللي هو تقريبا 100-150 متر. بعد كده في الثيرمال في السيزونال ثيرموكلاين لاير بتبدا السرعه بتاعت الساوند تقل، بدل ما كانت 1500 بدات تقل لغايه ما وصلت للقيمه اللي هي دهية في نهايه السيزونال ثيرموكلاين لاير. بعد السيزونال طب بتقل على اساس ايه؟ على اساس ان على ايه اللي بيأثر فيه؟ اللي بيأثر فيها العمق بيزيد، اهو العمق بتاعها زاد، وبيأثر فيها درجة الحرارة بتاعت اللير دي، وبيأثر فيها السالينيتي اللي هي الملوحة بتاعت اللير ده. بعد السيزونال ثيرموكلاين لير السبيد اوف ساوند بتقل بمعدل عالي جدا اللي هي في البيرمننت ثيرموكلاين. وهنا بعد ما كانت السرعة بتاعتنا حوالي 1400 أقل من 1500 بشوية، بدأت تقل كتير كتير لغاية ما نهاية البيرمننت ثيرموكلاين لير بتكون السرعة في حدود 1470 مثلا، يعني دي 1480 متر بير سكند، هنا في حدود 1470 متر بير سكند. يبقى انا هنا هون في السيرفس لاير كانت السرعه 1500،
ولما نزلت على عمق 1000 متر بقت السرعة 1470. يبقى أنا لما بجيب المسافة، لو سونار بيبعت سيجنال وهو موجود في اللاير اللي هي البيرمن ثيرموكلير، انا بيجي لي التايم ديلي بضربه في السبيد اوف ساوند يديني المسافه. طيب السبيد اوف ساوند هنا هون هتكون قليله، يبقى المسافه اللي هينتقلها هتكون قليله. لكن لو هو في اللاير اللي فوق دي، لو السبيد اوف ساوند عالي ولنفس التايم ديلي، يبقى هيديني مسافه اكبر. اللاير اللي بعد كده اللي هي ديب ايزوثيرمال لاير، السبيد اوف ساوند بيحصل لها زيادة كبيرة وبتبدأ تزيد عن 1500. يعني كانت النوم بدأ من 1470 تقريبا، تبدأ تزيد لغاية 1510 وبعد كده. ده الفيجر ده هو بيديني شكل او البيهيفير بتاع التشينج بتاع السبيد اوف ساوند مع الدبس ومع اللاير بتاعت اللي بتشكل لي ميه السي ووتر. وزي ما اتفقنا هم 4 لاير: سيرفيس لاير، سيزونال ثيرموكلاين، بيرمننت ثيرموكلاين، ديب ايزوسيرم. طيب هنا الفيجر ده بيعمل لي ريت ريس اوف ساوند ان ان ابورد ريفراكتنج انفايرومنت. اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ايوه، هو الحقيقة المشكلة إنه الكلية الجامعة عاملة أجازة، الجامعة علشان ظروف اللي بنمر بيها ممنوع التجمعات والحاجات دي، فإحنا هنرجع يوم الحد كمان أسبوعين. أيوة، فلو حضرتك تشرف كمان اسبوعين كلمني قبلها يوم الاحد، مش اللي جاي، اللي بعده. ده حاجة مفروضة على الكل، ممنوع التجمعات. روح كلمهم في الجامعة، روح كلمهم في الجامعة، شوفهم عايزين ايه. والله يا بيه انت اللي ما بتجيش، انا قلت لك تعالى. الله، اسمع بقى الكلام، انا قلت لك تعالى وقلت لك يا باشمهندس اسمع بس، مش عايز انا بس عشان ما اضيعش وقت في الكلام. انت انا قلت لك تعالى في فتره معينه، انت جيت مره وقلت لي، قلت لك الناس مش متواجدين، ما كلمتش بعديها، جت ظروف اللي حصلت دي. خلاص خلاص اسمعني بقى، انت عايز تحل ولا عايزين نحكي؟ الموقف عند الجامعه مش عندي، الجامعه منع التجمعات دلوقتي. عايز تحله روح الجامعة أو كلمهم شوفوا يحلوه ازاي.
انا بالنسبه لي الجامعه قالت العوده يوم مش الحد ده، الحد اللي بعده، لان ما فانت كلمني قبليها واحنا نعمل ننظم لك معاه معاش يعني كمان لا لا اللي بعده ده اللي هو ده اللي هو النظام اللي احنا كنا امبارح موجودين. لو انت كلمتني قبلها بيوم بس، يعني بدل ما تكلمني النهارده كلمتني يوم الاربعاء مثلا او الخميس، كنت انا رتبنا وخلصناها امبارح. طب انت هتقعد تمسك؟ طب ايش معنى كلمتني دلوقتي؟ طب خلاص بقى كنت تكلمني بقى وقتها، كنت تكلمني لما ما ردوش عليك كنت تكلمني، واخد بقى حضرتك، كنت تكلمني. فعلى اي حال يا باش مهندس محدش بيرد عليك، كنت تكلمني، كنت انا ظبطتها لك، وكنا ساعتها احنا راجعين يوم الاحد كنا خلصنا. فاحنا رايحين يوم الحد اللي جاي، لا اللي بعده ان شاء الله، اعمل كونفرميشن معايا قبلها وانا اكد عليهم وخليهم يقابلوك يعني ونشوف. ماشي ماشي تحت العفو. الفيجر هنا بنشوف البيهيفير بتاع الساوند ويف بروبوجيشن في الاعماق المختلفه وعلى عمق مختلف، بنشوف الدايركشن بتاع الساوند بروبوجيشن. فهنا عند عمق 30 متر بفترض ان عندي ساوند سورس او مجموعه من الساوند سورسز وعملت اميشن او راديشن لثلاثه ساوند ويفز. الثلاثه ساوند ويفز دراهم بيبداوا عند ترددات مختلفه وهنا وبانجل اوف انسيدنس مختلفه، فبيحصل البروباجيشن ان طبقا للعمق اللي بيتحرك فيه الساوند ويف جراديوالي بيحصل ريفراكشن. يعني ريفراكشن يعني تشينج اوف دايركشن. فلو انا ماسك الساوند ويف اللي هي البلو كولر دي، الساوند ويف بتبدا تغير الدايركشن بتاعها مع المسافه اللي بتتحركها. يعني عندي هنا زيرو لغايه 3000 متر،
مع العمق بتاعنا عند 60 متر بيبدا الساوند بروبوجيشن يغير اتجاهه ويفضل يغير الاتجاه بتاعه لغايه ما بيوصل لان هو بيبدا يريتيرن تاني ابورد. يعني هو كان بينزل للعمق وفضل يزود في بروبوجيشن في اتجاه العمق، لكن نتيجه الريفراكشن وتشينج اوف دايركشن بدا يعمل ابورد، بيعمل ريفراكشن وريفراكشن جراديوال ريفراكشن، والويف بقى يحصل لها بروباجيشن ابورد لغايه ما وصلت للسيرفيس لاير اللي هي خلاص اللي هي سطح الميه. عند سطح الميه بيحصل ريفليكشن، ريفليكشن لان هنا فيه اير وفيه هنا ووتر، فحصل ريفليكشن للويف وبدا يحصل لها بروباجيشن من جديد، وبيحصل لها مع البروباجيشن بيحصل لها ريفراكشن تشينج اوف دايركشن. فهنا بتعمل تشينج اوف دايركشن مع البروباجيشن بتقطع مسافه، بس ما بتقطعهاش يعني في خط مستقيم، ده بتفتحها في شكل ايه بروباجيشن بالشكل ده. كل ري من دول نتيجه الانجل اوف بروباجيشن بتاع الانجل اوف انسيدنس بتاعته بيبدا ياخد بروباجيشن بروفايل، ونتيجه الريفراكشن في الميه بينتشر لغايه ما يبدا يعمل تاني ابورد لغايه ما يوصل لسطح الميه من جديد ويعمل بروباجيشن للعمق، وبعدين مع البروباجيشن تشينج دايركشن وبروباجيشن لغايه ما يوصل لسطح الميه ويحصل ريفليكشن. من هنا البروباجيشن بتاع الساوند في الووتر ما بيتمش في شكل خط مستقيم زي ما انتم شايفين اهو، ده بيتم في شكل منحنيات وعمال اب وداون، يعني المسافه اللي بيطاعها بتكون اكبر بكتير من المسافه المحققه. يعني انا عندي هنا 3000 متر، لكن لو المسافه اللي هي ماشي على الكيرف الازرق ده او الاحمر او الاخضر هتكون قد 3000 متر مرتين. هنا نتيجة الظاهرة دي يبقى على عمق معين ممكن الساوند ينتشر مش في سفيريكال ويف بروباجيشن، ده بينتشر كده هو بالشكل ده، بينتشر بيحصل له بروباجيشن في شكل سلندر. يعني احنا الطبيعي ان الساوند ويف بيحصل لها بروباجيشن في شكل سفيريكال ويف، لكن نتيجة عملية الريفراكشن وتغيير الاتجاه والريفليكشن من على سطح المية، فهنا عند عمق معين ممكن الساوند ويف بيحصل لها بروباجيشن في شكل سلندر. لما بيحصل عند العمق المعين ده وفي طبقات المية وتبقى للكومبوزيشن بتاع طبقات المية، بيبقى اللوسز او الانتنسيتي بتاعتي بدل ما كانت بتتناسب مع 1 over r square في السفيريكال بروباجيشن، في السلندريكال بروباجيشن بيحصل لها inversely proportion مع 1 over r. يبقى في الحالة بتاعتنا دي الويف تحقق رينج أكبر ولا أقل؟ الويف تحقق رينج أكبر لأن اللوسس هتكون إيه؟ أقل، لان انا واحد على ار سكوير الانتنسيتي هتقل كتير، واحد على ار الانتنسيتي هتقل بمعدل اقل، يبقى انا الانتنسيتي مش هتقل كتير، يبقى اقدر احقق بيها رينج اكبر. ده اللي بنسميه الساوند تشانل. وهنا الساوند تشانل ده هو بيوضح لنا بشكل جيد السلندريكال ويف ساوند ويف بروباجيشن، وازاي ان عند عمق معين الويفز بتاعتنا بيحصل لها بروباجيشن، ومع البروباجيشن بيحصل ريفراكشن
change of direction لغاية ما توصل لعمق معين يبدأ الـ change of direction يبدأ يبقى يكون upward ويفضل الـ change of direction الريفراكشن بيتم لغاية ما يوصل لنقطة قريبة من السطح أو عند السطح ويبدأ يعمل ريفراكشن جديد وهكذا. ده بنسميه sound channel. الساوند channel اللي هو بيحقق لي cylindrical wave propagation وده الـ intensity inversely proportion مع 1 over r not 1 over r square يبقى المعدل النقص في الانتنسيتي بيكون اقل وممكن تحقق رينج ومش ممكن لازم هتحقق رينج اكبر. والحقيقه الظاهره دي الويلز والدولفين بينزلوا عند الاعماق دهيا ويعملوا كوميونيكيشن وبيحققوا رينج كبير جدا نتيجه الساوند تشان. الريفليكشن احنا عندنا الريفليكشن بيتم نتيجة اصطدام الساوند ويف بأوبجكت و الريفليكشن كوفيشن هو بيساوي زي ماينس زي نوت اوفر زي بلس زي نوت وزي نوت هي الكاركترستيك امبيدنس فا ايكوال رو سي. رو هي الدنسيتي بتاع الميديم كيلو جرام بير متر سكوير وسي هي الساوند فيلوسيتي والزي والزي نوت اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الميديم وبتاعت الاوبجكت اللي حصل عليه ريفليكشن. أنا ال الساوند ويفز بتعمل بروباجيشن و أثناء البروباجيشن بتقابل أي سيرفس جزء من الويف بيحصل له ريفليكشن وجزء من الويف بيحصل له ريفراكشن طبقا للكاركترستكس بتاعت الميديم أو الأوبجكت اللي بتصطدم بيه. الريفليكشن كوفيشنت بيعرف ان هو V equal Z minus Z naught over Z plus Z naught وزي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الماتيريال ايكوال رو سي. رو هي الدنسيتي وسي هي الساوند سبيد بالمتر بير سكند. الترانسميشن كوفيشنت ايكوال اللي هو دبليو ايكوال 2 زي نوت زي بلس زي نوت ايكوال 1 ماينس في. هنا التابل ده هي بتديني بعض البيانات عن الماتيريال والكاركترستيك امبيدنس بتاعتها. يعني الماتيريال بتاعتنا اللي هي اير الكاركترستيك بتاعتها 415 السي ووتر الكاركترستيك امبيدنس
مختلفة كبيرة جدا، اختلاف كبير عن الاير والساند الكاركترستيك امبيدنس بتاعته، زي ما شايفين الستيل الكاركترستيك امبيدنس بتاعته اهي. يبقى انا طبقا للبروبوجيشن لو بيحصل سي ووتر بروبوجيشن وبيحصل له ريفليكشن من على ساند، يبقى انا عندي الاثنين كاركترستيك امبيدنس اللي هستخدمهم الزي والزي نوت هما بتوع الووتر وبتاعت الساند. لو بيحصل بروبوجيشن اندر ووتر وبيحصل ريفليكشن من على جرانايت، يبقى انا هستخدم الكاركترستيك امبيدنس بتاعت السي ووتر وبتاعت الجرانايت. مساله زي كده لو بس لو بجيب حاجه زي كده في امتحان لازم هديك التيبل دي، فانت مش بتحفظها بس تبقى فاهم. ناخد example, consider reflection from C surface, from C surface seen from beneath as illustrated in the left middle. هنشوف الشكل. Using the characteristic impedance for air Z equal 415 and C water Z naught equal 1.4 and C water. طبعا زي ما شفنا في الجدول اللي فات ال Z equal 415 بتاعت الاير وال Z نوت اللي هي 1 بتاعت ال Sea water اللي هي 1.4 10 to the power 6. يبقى نبص كده على الشكل ده. انا عندي الاير اهون وعندي ال البروبوجيشن تم من السي ووتر وحصل له ريفليكشن من الاير، يبقى انا عندي السي ووتر اللي هو اللي كان فيه مصدر الساوند السرعه عندي سي نوت ورو نوت وزي نوت. يبقى هنا الزي نوت اللي فيها الستارت بتاع الساوند بروبوجيشن، الريفليكشن تم من الاير يبقى الزي بتكون بتاعت الاير. انا عندي اثنين في المعادله بتاعتنا اثنين امبيدنس، امبيدنس للميديم الاولاني اللي هي الزي نوت اللي حصل فيها بروبوجيشن للساوند، الساوند عمل بروبوجيشن و ريفليكتد من السيرفس بتاع الووتر مع الهواء، فهنا السيرفس الثاني او الميديم الثاني هو الاير اللي هو الكاركترستيك بتاعته امبيدنس بتاعته زي. يبقى هنا في الحاله بتاعتنا زي ما اتفقنا الووتر انا عندي المعادله بتاعتي بتقول زي ماينس زي نوت اوفر زي بلس زي نوت اللي هو الريفليكشن كوفيشن. يبقى الزي نوت اللي هي المصدر بتاع الصوت، احنا في المثال بتاعنا مصدر الصوت كان في الميديم بتاع السي ووتر وحصل له ريفليكشن من عند الهواء، عشان كده نحط الزي اللي هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الاير وهيديني كده هو ايكوال ماينس 1. وهنا الريفليكشن كوفيشن ايكوال ماينس 1 ده بيقول ان السيرفيس ده بيرفكت اكوستيك ريفليكتور. البيرفكت اكوستيك ريفليكتور اللي هو الريفليكشن كوفيشنت بتاعه بيكون بلس ماينس 1. لو الموضوع بقى عندي ادي سي ووتر وعامل بروباجيشن كده هو وبعدين انعكس من على البوتوم، تمام، يبقى انا الريفليكشن سيرفيس هنا اللي هو الباوندري بين
اللاير بتاعت السي ووتر هنا واللاير اللي تحتها او البوتوم بتاع السي ووتر. يبقى هنا السورس بتاعي كان موجود في السي ووتر، يبقى الكاركترستيك امبيدنس بتاعته زد ووت اللي هي بدايه السورس. البوتوم الريفليكشن حصل على البوتوم وفي جزء حصل له ريفراكشن، يبقى انا هنا بعوض بالكاركترستيك امبيدنس بتاعت البوتوم، ممكن يكون ساند او اي ماتيريال تاني. يبقى لو بتكلم عن ريفريكشن فروم سي فلور اللي هو الاكزامبل اللي احنا لسه شارحينه كده، يبقى الزي الكاركترستيك امبيدنس بتاع السي فلور اللي هي 5.5 × 10⁶. لو رجعنا للتيبل بتاعتنا نشوف هي ايه كده اهو، اللي هي الساند. تمام كده، يبقى هو الساند. يبقى الزي نوت هتكون بتاعت الووتر والزي هتكون بتاعت الساند، وهيديني الريفليكشن كوفيشنت ايكوال 0.56. ليه 0.56؟ لان في جزء من الويف حصل لها ايه ريفراكشن وحصل لها ابزوربشن في السي موتور. لو بيحصل ريفليكشن بقى من على هارد روك اهو، هيبقى الزي هتكون 16 × 10.6، وهتكون الريفليكشن كوفيشنت بيقرب من ال1، لان معظم الساوند ويف هيحصل لها ريفليكشن وجزء صغير اللي هيحصل له ابزوربشن بواسطه الرو. احنا كده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على البروباجيشن، يعني وقلنا ان انا عندي بيحصل سفيريكال لغايه اللحظه دي، يعني انا براجع على الجزء اللي فات، وقلنا ممكن يحصل بروباجيشن اللي هو في الحاله المثاليه في سفيريكال، ولكن احنا بنقدر نعمل بروباجيشن في سلندريكال ساوند ويف بروباجيشن، وده بيديني رينج اكتر واللوسز بتكون اقل. اتكلمنا عن الريفراكشن وقلنا ان السيجنال بيحصل لها ريفراكشن وتشينج اوف دايركشن على كل طبقا للعمق، ونتيجه الريفراكشن والتشينج اوف دايركشن ده بيحصل السلندريكال ويف بروباجيشن. اتكلمنا عن الريفليكشن وعرفنا ازاي نحسب من المعادلات اللي فاتت دي الريفليكشن كوفيشنت، وشفنا ان كل ميديوم او كل ماتيريال ليها كاركترستيك امبيدنس، ومنها بنحسب الريفليكشن كوفيشنت. ولازم اكون حريص وانا بحسب الريفليكشن كوفيشنت مين هي الزد ومين هي الزد نوت. الزد نوت هي الكاركترستيك امبيدنس للميديوم اللي فيه الساوند سورس، والزي هي الكاركترستيك امبيدنس للميديوم اللي حصل منه الريفليكشن. هنتكلم دلوقتي على السكاتر. احنا عندنا السورس بيعمل بروباجيشن للساوند ويفز، الساوند ويفز بتبروباجيت بتقابل سيرفيس معين او تارجت معين، بيزد على شكل التارجت ده بيحصل ريفليكشن. لو التارجت ده او السيرفيس ده هو بتاع التارجت فيري سموث، هيبقى الانجل اوف انسنس بتاعت الترانسميتد او البروباجيتد ويف هي الانجل، هي بتساوي الانجل اوف ريفليكشن بتاعت الريفليكتد ويف. يبقى انا هنا كل الويفز بتاعتي بايه بيحصل لها ريفليكشن في اتجاه بعيد عن السورس، لكن نتيجه ان السورس ما بيبقاش بيور سموث، فبيحصل ريفليكشن على اجزاء مختلفه، وجزء من الساوند ويف بيحصل له ريفليكشن في اتجاهات مختلفه اللي بنسميها ديفيوزد سكاترنج. السكاترنج ده هو مفيد، لان انا لو السطح ده لايك اميرور يبقى كل الساوند ويف هترفلكت بعيد ومش هينعكس شيء للسورس، يبقى مش هيستقبل حاجه، يبقى هو
مش هيعرف يحسب المسافه بتاع التارجت، لانه عشان يحسب المسافه بتاع التارجت لو ده سونار بيترسمت وبتصطدم الويف بالتارجت وترفلكت، لكن لو هي رفلكت في اتجاه تاني خالص يبقى هو مش هيستقبل اي ويف، وهنا ده مش هيكون مفيد، ده بتبقى وسيلة اخفاء بالنسبة للتارجت. لكن اي تارجت، معظم التارجت بتبقى السطح بتاعها رف، وجزء من الويف بيحصل لها ريفليكشن في اتجاه السورس. انا لو بيحصل ريفليكشن من الشكل دوت، هنا السيرفس رف، والسيرفس لما هو رف جزء من الساوند ويف حصل لها ريفليكشن في الاتجاه المين لوب، وجزء تاني حصل له ريفليكشن في الاتجاهات الاخرى طبقا للسيرفس رفنس بتاعه السطح بتاعنا، وهنا الترانسميتر بيستقبل الويف ويقدر يحسب التايم ديلي، ومن التايم ديلي يحسب المسافه بتاعه الايه بتاعه التارجت. طبعا احد البارامتر اللي بتاثر على البروباجيشن اللي هو الاوشن فلكشويشن، يعني التربلنس اللي بتتم في المحيط بينتج عنها تاثير مباشر على البروباجيشن اوف ساوند في المحيط. وهنا الشكل ده هو بيبين الويفز اللي بتحصل في المحيط على الأعماق المختلفة، وده بينتج عنها random variability. الراندوم variability دي بتأثر في البروباجيشن بتاع الساوند ويفز في المحيط. يبقى أنا الخلاصة هنا عشان أقفل الموضوع، إيه البارامترز الفاكتورز اللي بتأثر على الساوند بروباجيشن؟ إحنا شفنا السبيد اوف ساوند في الووتر، وعرفنا ان هي بتتاثر بالتمبريتشر وبالدبس وبالسالينيتي. اتكلمنا على السلندريكال ويف بروباجيشن وعلى السفيريكال بروباجيشن، اتكلمنا على الريفليكشن، اتكلمنا على الريفراكشن، اتكلمنا على الاربعه لايرز بتوع السي ووتر، وشفنا ازاي السبيد اوف ساوند بتتغير مع كل لير. اتكلمنا بعد كده على السكاترينج، وقلنا لو السطح بتاع الريفليكشن فيري سموث هيحصل ريفليكشن لكل الويف بعيد عن الساوند سورس او بعيد عن الترانسميتر ومش هيستقبل شيء، لكن نتيجة الرفنس بتاعة التارجت بيحصل جزء من الريفليكتد ويف بيحصل لها ريفليكشن في اتجاه التارجت، وبيقدر يحسب التايم ديلي، ومن التايم ديلي ده هو يضربها في السبيد اوف ساوند ويحسب المسافه بتاعه التارجت.